السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي المبدعون الصغار من الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم اليوم في درس جديد في اللغة العربية لحرف من حروفها، وهو الألف المقصورة. الألف المقصورة، أهلا بكم. الآن ما رأيك يا سلوى أن تدوني لنا اسمك على السبورة؟ سلوى، أحسنت، سلوى. ما رأيك يا ليلى أن تكتبي اسمك أيضا على السبورة؟ ليلى، رائعة، ليلى. والآن يا ندى، ما رأيك أن تكتبي اسمك أيضا؟ ندى، ندى. موسى، هل تستطيع أن تكتب اسمك بسرعة على السبورة؟ موسى، موسى. رائع يا موسى. هيا أحبائي نقرأ الكلمات. سلوى، ليلى، ندى، موسى. ماذا تلاحظون؟ أجل، نلاحظ أنها تنتهي بنفس الحرف، تنتهي بنفس الحرف. ما صوته يا أحبائي؟ صوته آه، أحسنتم، ولكن هل كتب بشكله المعروف الذي يشبه العصا، الألف الممدودة؟ لا، كتب بشكل آخر ولكن له نفس الصوت. هل تعرفون ما هذا الحرف؟ أحسنتم، إنه الألف المقصورة، إنه الألف المقصورة. رحبوا معي بالألف المقصورة. أهلا بك يا ألف مقصورة. صوتك آه، واسمك ألف مقصورة، وشكلك يشبه البطة التي تسبح بالماء. أحسنتم. ما رأيكم يا أطفال أن تمرروا إصبعكم على الألف المقصورة؟ اكتبوا الآن في الهواء ألف مقصورة التي تشبه البطة، تشبه البطة. أحسنتم، رائعين. الآن ما رأيكم يا أحبائي أن نقوم بتركيب هذه الحروف؟ أول حرف سين بشكلها الكامل، صوتها س، صوتها س. لو وضعت فوقها فتحة أصبحت سا، أحسنتم. سل، وهذا لام، أصبحت سل. والآن هذا حرف الواو، صوته أو. أصبحت الحروف الثلاثة مع بعضها مركبة، سل أو، سلو، سلو. إلى هنا سلو، نضيف لها الألف المقصورة صوتها آ، تصبح سلوى، سلوى، تصبح سلوى. أحسنتم. الآن الكلمة الأخرى لام بشكلها الكامل، صوتها لا، وبعدها حرف الياء، تصبح لي، تصبح لي، لي. وهذه الياء أيضا ماذا تشبه؟ تشبه الألف المقصورة، ولكن تختلف عنها بماذا؟ أن الياء لها نقطتين، أما الألف المقصورة لا يوجد تحتها نقاط. لام ويا
لي، صوت الياء إي لي، ولام أخرى صوتها ال ليل ليل، وألف مقصورة لي لا لي لا. نكتبها مع بعض بشكل بأحرفها المتصلة. الآن رائعين، ننتقل إلى تركيب الكلمة الثالثة. الآن الحرف الأول ميم، صوته أحسنتم. الواو وصوته أو، وأو مو مو. سين صوته س، وآ ألف مقصورة سا. الآن المقطع الأول مو، وهو فيه مد طويل واو مو، والمقطع الثاني سا فيه مد طويل الألف المقصورة، فيصبح المقطعين مع بعضهما مو مو سا، تصبح الكلمة. الآن ما رأيكم يا أبنائي المبدعون الصغار في أن نبدأ بدرسنا سلوى وليلى، نهجئ ونقرأ معا، هيا بنا. سلوى وليلى، سلوى قمنا بتحليلها قبل قليل، سين فوقها فتحة تصبح س، ولام في وسط الكلمة سل، والواو سلو، والألف المقصورة صوتها أحسنتم سلوى، و فوقها فتحة و، لام فوقها فتحة تصبح لا أحسنتم، ويا ليل، ولام ليل، وألف مقصورة ليلى. سلوى، نون بعدها ألف تصبح صوت النون ن ن ن آ نا، دال فوقها فتحة تصبح نادة، لأن الفتحة بنت، أحسنتم، بنت الألف صوتها قصير نادة نادة، والتاء تصبح نادت، صوت التاء ات نادت، ليلى ليلى، نادت ليلى نادت ليلى، نقطتان. إذن سلوى نادت ليلى نقطتان. تاء فوقها فتحة تاء، عين تصبح صوتها تاع، وآ مد طويل تعا تعا، والآن لام فوقها فتحة تعالى، ويا تعا لي تعا لي تعا لي، ن فوقها فتحة ن نل، ولام أحسنتم نل، وهذا الحرف عين في وسط الكلمة فوقها فتحة ع نل ع نل ع، والباء فوقها ضمة، والضمة بنت الواو، تصبح صوتها صوت قصير مثل الواو، ولكن صوت قصير نلعب، تعالي نلعب. ميم فوقها فتحة ما، عين فوقها فتحة ع ما وع مع مع، نون فوقها فتحة ن، وهذا الحرف دال أحسنتم، وحرفنا اليوم الألف المقصورة صوته آ ند، وآ ندى، مع ندى، تعالي نلعب مع ندى. قال موسى، قال موسى، نقطتين نضع نقطتين. الآن بعد القول تكلمنا سابقا أننا دائما بعد القول نضع نقطتين. ماذا قال موسى؟ أول حرف هنا ن، نون فوقها فتحة ن، الحرف الثاني قاف في وسط الكلمة أصبح نق نق، والفاء نق في
تحتها كسرة، والكسرة بنت الياء. أحسنتم. صوتها قصير مثل الياء ولكن قصير. نق في نق في ننطقها مع بعض، نق في وزاي فوقها ضم، نق في زو. أحسنتم. قال موسى نق في زو و ن وند وند و أصبحت وندو مع الواو صوتها أو، وندو والراء. أحسنتم رائعين. وندور. قال موسى نقفز وندور. أحسنتم. وهذه هي حرف الألف المقصورة. هيا نمرر إصبعنا ونكتبها بشكلها الصحيح المنفصل. نبدأ برأسها وننتهي وننتقل إلى خط منحني إلى الأمام لنرسم بطنها، ثم ننتقل بخط منحني ومرتفع إلى الأعلى. أحسنتم. مرروا أصابعكم. الآن أحبائي المبدعون الصغار لنرى الواجب البيتي. أولا اكتب يا صغيري المبدع الدرس بخط واضح وجميل. ثانيا اكتب ثلاث كلمات تنتهي بألف مقصورة وارسمها يا نجم دار السلام. إليكم النشاط. اكتب حرف الألف المقصورة بالمعجون يا مبدع. إلى اللقاء.